قيادته ما أها أقوان ملتري كاتم الرير قلبات كي الرير قلبات كا إيوا أقوان مسلم كاتم يا ضيعين إن قلنا عالم الإسلام وحاول غياب أن لسوا هي نبي قيادة سياسية ماها إسلام كسياسي ملي أي مرن كتاعي سنو حلي قال كاني أقوان تاني قلبات كما يمني حقا بكاتم شالبا ويديا إن كان يعني فن كان تخصص كله يدردد جينا وأنا رجلبات كأنت بدن اعترافين بواحد سيسي دكتورة فخرية لهذا الشأن وبروفيسور عالمي مركب باب كان لقاه يقول شو لابا لويدي محاضو قرطي كتاب كان كصاب سن قيادة محمد وحلاه وحنا آدي آد مندهش وقاه وحنا آد ولا يابنا يقول وقع جب سنهي إن هانو أولم بولي كتاب كورمي قيادة دي محمد يا مهارات كيس قيادة دون درر قلبات كورنا يا ميشة وحانو أركا بولي ما دام أنا هاي بولي يونايتد نيشن يا دون دا أورجنايزيشن كويسوي من قيادة دي سنة توبرة ما دام أنا هاي ليدر شيب كدون دا كنا الهل مليون وقف وحكت ربضا لأن توبري وحن رادع يا بولي القائد المثالي وامحي قائدك مثال جاب بن آدم كوبا هين وقضى إذا واقما ده تنوع حيس وبحضي بولاي إنه يهي قيادة محمد عليه الصلاة والسلام ما كان يوم مر ما يسنا إنه نبي محمد نبي يهي لكن أركتي سي عادي هاي مركو كوئا غيب وحو أركا إنه السيدة التاني يهي ولذلك أيها الأخوة إن كان الصفات بويس أديك سنية أحكم هذا حلي قيادة دا مؤثر كأوحل وقرطة إن إلى ذي صفضة راعي نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كسمحها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي وهذا الرجل وحط المامة يا صفات كقائد كمغضل وقرطة وحكم هذا إنه الراعي يهيب لي راعي إن ماذا محانو قد يدابو لي وحيدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام صفات شخصية رب ضنبولها ومتواضع وشجاع وقاسي وكوا انتو شاكشاكي بوحولي لكن راعي النمد وحي شاكي سابولي قفك حولها الراعة وحاو كد دالة انو حوله سمال في عنقيه هدنا حبض حبض أولا الصعوده تيدر حميسان تيلي داتتي قابل نستطيع عين كان قار مدول باو قار أولا الصعوده جودهانا او الاليو وحو اسدين عدقا يا مركا صفات الراعي جيد كان لو قبه نيكا حول الراعة نبي محمد نوح عليه الصلاة والسلام نبي مجرى الا يمحي ارقو الراعي سوما هين حديث كي نبي عليه الصلاة والسلام وادنا ما تراع دي مركا كوي راهدين وحو دي رير ما كبان وقو الراعي جرى محي حو غير نيكا وحو اسدين عدقا يا الراعي جيد كان ايوه صفات النبي محمد الله عليه الصلاة والسلام وحكى له ويلي صفات كم موغضة النبي محمد كم موغضة وحكى من البولية قائد كان لو قبه هي ومثال يقتدى به بيلي ما هقف ضدك وحشة وخطبة ضدك ورمة ومثال لقد ينكره ما هب لي عد غرور هي إهانة ضدك وإهانة وحاسة كم موغضة لكن هو مثال يقتدى به سكال هذا نطل ما مبوله ديوانية ديس لغة عصر قابك وهذا ديوانك وما يشان مدحض فرساتين لغو يمادو ديوانك يقول مفتوح لكل الناس وها دبتنا عن طريق القدوة أي ددك كتب برايبو تلمامية وحاو تلمامية قد يلبات أولي الرؤية والتوجيه وحولها أركتي دير فيشن إيه هو قامين أمجهين ددك وحو أركا يوجهين أيه وحو أرانا يا جونا دير قوليسيغا وقوليستا قائد أما أمدي أي قوليستا إن بدنا وحي كحران تهي قيادة دا إيا صفاتك إلا دهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام حليه صفاتك قائد لوغا بحنا يوردن أيو ليه وابو كوبانو بغل يردور يتوان بيشا عدي ربطا وآخري كرتا قضيت لبعض السوق هذا يا وحيته قيادة النبي عليه الصلاة والسلام السياسي قام مركان كورمية قضيت يعني إنجليز بها واحد شرى لبعض النوم مريكانا قامد وحال هذا
جيمس ام كوسيس منا وحلايدا باري زيد بوسنر بوسنر يكوسيس الله من انه من الدين جامع عددي هاي مدنا شركات كو تدريبيه متكمده وهيسته وحيلين بوك ريسيرش بيسد بوغودا سو حكم دي بوغاكتا دوني دو عانسن waxay ku tilmaamaan 2 milyan oo kobi in la iibiyay isagoo buug hadana fiil takhasus ka waramaya yani buugta sheekooyin iyo waxa sahadii goor sida tan noqda laakiin buug dadka akhriinaya yihiin cayina go'an dadko dhameeyaan oo akhriinay leaders iyo waxa shan ku saabsan in 2 milyan laga iibsado wax fudud ma aha waxay raadan waa research ay wadeen marka la soo gaaro editionkiisa sanad 30 sanadood bay research kan wadeen marka hore 1982 bay bilaabeen research kooda 1987 ayay edition key koowaad ama version key koowaad ee buug tabacadi koowaad ay soo saareen tabacada shanadna waxay soo baxday 2012 ka hadda waxay nimanka kani buugooda ku bilaabeen buugoodu ma aha waxay buugnimo u qoreen marka hore wa field research bay raada wa baaritaan cilmi baaris qaaradka dunida oo dhan ay ka sameeyeen bini aadamka oo dhan ay isku dayeen inay wareystaan waliba noociyaadka bini aadamka ee hoggaamiya wuxuu dhan iyo dadweynaha caadiga su'aalo ay weydiinayaan qaaidka aad rabtaan muxuu yahay waa mid sifaad keele waa mid maxay lagu yaqaano waxay leeyihiin waxaanu raadacaynay su'aasha odhanaysa what people did when they were at their personal best leading others in leading others bini aadamku muxuu sameeyaa marka uu hoggaaminta ugu fiican joogo waa barku maxay sameeyo bugoodatan bugaag badan bay leeyihiin oo noocan ku saabsan laakiin bugooda kan waxay kaloo leeyihiin tool ay qiyaaska ku sameeyaan oo la yidhaaha LPI Leadership Practices Inventory baa la yidhahda LPI-ku waxa weeyaan waa wax suluuga qaa'idka ay ku talagaleen in lagu qiimeeyo lagu qiyaasi karo marka laga waramayo qadiyatul qiyaada hoggaaminta aragtiyo kala gedisan oo badan baa dunida ka jira qiyaadadu horta waa wax saddex wax ka kooban ama afar wax waa awoodda uu hoggaamiye ku kaxayn karo shacab hadaf mucayana uu ku geeyo bay yidhahda alqudra calaa taxriiki alatbaaci naxwa alhadaf bay ku sheegaan laakiin awooddaasi ma awood fitriyaba ma wax loo dhashaba hoggaaminimadu mise waa wax la baran karo su'aal tiro badan aanan rabin inaan idinku mashquuliyo qolada tani waa qolada aragtiyaha ku tegay bay ka mid yihiin inay practices tahay yani inay suluug tahay la baran karo yani in dadka laga dhigi karo qaado inay u baahan yihiin in loo tadriibiyo aragtida bay ku tageen nimanka kan LPI gooda 3 milyan oo qof bay ku baadheen waxay dhaadaan sanad kasta half a million ama 700 iyo konton respond baan ugu soo noqda qoladan iyagana uma socdo inaan buugooda xaysiyo anugu gaalada xaysiiskeedaba ma jecliyo laakiin waxaan u socdaa in aan tilmaamo maqaayiis bay ka tageen inta badan aada loo tixgeliyo oo qaa'idka dhabka ah lagu qiimeeyo waa maqaayiis fudud oo shan ah shan qodob bay leeyihiin qaa'idka laga helaa waa liidarka dunidu ay raadcaynayso waxaan rabaa un inaan idhaahdo markaa shantan qodoba laysku waafaqsan yahay sida xooggan loo tilmaamay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisu xaggay ka taagnayd su'aal basiida marka shantooda qodob iyo qodob badan oo kaleba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaa'id fadbuha waxaan masaladan u sii tarkiisinaya waxa weeyaan siyaasaadka hadday waayaan qaa'id ama hoggaamiye dadka ku horseeda hadday waayaan siyaasaad buu ku qoran waxba ma taraan marka yacni siyaasaadkii nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kitaabka iyo sunnada ay ku jiraan laakiin waxa la laayo la raabcaynaya waxa weeyaan
siyaasigii rasmiga ahaa ee siyaasadku nabigu ka tegey calayhi salaatu wasalaam ummadda ku hogaamin lahaa. Ninkaa cidda aan sifaatkan qiyaadiga wadan ama mumaarasaadkan aan idhaahno dhaqan hogaamiyeedkan aan wadanini, hadduu kitaab iyo sunna xambaaro waa laga yaabaa inuu dad badan godka tuuraba, waayo waxaanu wadanin asaalibtii rasmiga ahayd ee dadka lagu hogaamin karayay. ولذلك وحي كنت المامان شن قضب بيشيغا شن تا قضب وحي دا دوا ممارسة ممارسة يعني و براكتس و دقن وحادو دقيين و بيهيفير و وحلا برانكارو و دقن لبرانكارو بيلين قفك ستوبرتا و قائد نقنكارو بانكا كلامك الله ايغو دقن كان كسكو وحجران صفات شخصي قائد كالا قربو هجامية رسمي صفات قارو لقربو إيهو صدح شيء بايد هذان أصل بيوتهاي ووحيد هذان و honesty إيه competence إيه forward looking honesty والأمانة المستاقية competence كنو الكفاءة و إنا أولاي هاي قفكو أمانو إيه كرنشيك وحانو كرنشيك إيه إنه لا يكفاء هول كرنمو وهول كرو شقادن كيو وقرن أيو إيان إن مستقبل كارك كرينو يهي وحيد هذا داتد هذا وحكا من السؤالات كانوا داتك ويدين نبي لين وقت قاعد ترادة بغن لأي علم بارست ودين داتك وحي ويدية قائدك أوجج عشيهين ومحي شنط الصفاء ووين قائد أكربتان هقاميين وياشو iyaga aktooda ihsaayaad koodi 2007 ihsaayaad bay sidan adigeen 2012 qaran mid kale leeyeen waxay leeyeen bashar qaaidka hoggaaminaya waxa ugu weyn ay marka hore ka rabaan waa mustaaqiyada waa honesty waa karun sheeg inuu daacad yahay waa daacadnimo شيء قال لبعض الدكتور أي كرر ما واحد ويان قفش اللي أركتي قفله ومستقبل كأرك كرينو يهاي. شيء قال صدق هذا اللي كرر ما بينه واي إنسبايرينج تحفيز إلهام. قف دك جوبا بين كراو وادي كراو ماشان لا وضو كحين كرا. قطب كأفراد أي شيء قال واحد ويان وكمبيتنس أما كفاءة وكرتي أقوميد أو شيء قوله يه. قطب كأقدم بأي شيء قال وانتليجنت. وسؤاله دتك عادي ويديين مدير هذا دتك مامولا ياش شركات كما وين عالمي قام مامولا كن إيه شن بقول أو مامولا بينترفيو كقاضي ده بتنوحي ويديين وما هي صفاتك قائدك كربتها هو قامية في عن محاوط قاني لا بقول يشان يلا واحد ربضا بيشيغين واحد هذين أنسيك لو دقنو صفات بيقو تحين مركي هوري يقال لها صفاتك الشيغة marka kan sifaat bay u tahay waxa jira sifaatkaasi teeba aqtiina ugu muhiimsan oo qaaidka laga rabo umad qaaidkeed inuu yeesho ay ku jawaabeen waxa weeyaan waa honesty almustaqiyya ama si hadaan buug labaad oo iyagu leeyeen soo tilmaamo buugooda kale waxa la yiraahdaa credibility how leaders gain and lose it why people demand it ay buuga ciwaankiisa leh credibility mustaqiyada madaxdu siday u heshaa siday se u lumiyaan maxay se dadku u doonayaan inay madaxdu daacad noqdaan bay isweydiinayeen buugoodan editionkiisii 2003 markay ka warramayaan labadoodan waxay leeyihiin waxa ugu weyn sifada ugu weyn bay yidhaahdeen ee leader laga rabaa hadda luqadoodan idinku sheego وحيدان هو truth telling and trustworthy لبدا اري اف عربي مركا كو يدهد هو ودا غران انسان هو حدو انسان النبي محمد والصادق الامين بيدا نبي محمد عليه الصلاه والسلام حي عربي وتقان انت ان رساله دا لو سو دجين انه يحي محي الصادق الامين كون يشن تودي بقول مدير وحي وبته أما نمان كان يبوك قدانا يقرانا إلى incredibility مصداقية ذا القرر ما يقائدك وحوية ينبي إلى أنه نغضه الصادق الأمين
إذن قيادة عين كاسيو النبي محمد الله عليه الصلاة والسلام كل صفات ما أنت علم بارستو ده يسوق جيين واحد مدونين أيين أريا نصوص ده حديث ده هيتسعد وتلمامشه لكن ضدك هذا النصوص ده حديث ده تلمامه وحلا غيا وين لا يدري هذا بحث علمي ما هي أقانت الدنيا هذا ما يقارنيه وروح يقرأ رد ما أنت ما يكسورته لو حديث النبي عليه الصلاة والسلام على ديش يقول أيه قلنا نصدق صندوق بان وحبار النبي لي صدق في صندوق وحلا بار أيه وحكي كانت ما حي إن لا يدا دوا إن أصادق لمن قائد كرب كله بهي أما وحكي كانت شنت ممارسة شيء يا مرة ما ينادي ديش يقول شن دقنك لقى هلابي لي وقائد ناجح قولي سنية دقنك كواد بيدا ده حكوت المامان أرى إذا دان مودل دوي ما اللغة العربية حكوت ترجمان كنا مذجم بين هذا مودل دوي هو محي وحيد هذا إنك قائد كاهي دقة كيسة أيا كعط دير بين هذا إن أرى كيسة ويا وصل يقول لي كان دقة كيسة أيا كعط دير محي أرى كيسة أما وحيد هذا if you don't believe in the messenger you won't believe the message هذا أنا قفك الرسالة ده سيد الرميسنين رسالة دي سيد الرمين ما يسيد بيدا شك كلامك مركا نور دقنا وحيد هذا لا بس شيء وين قفك إلى هذا بيدا هذا دقنا دقن كود كود وام حي clarify values يسد example بيدا هذا قيم وين نك نسيده قيم كوا محي مبادئ أخلاقية أو دقة نول الربطة كو إري قاطان أو دقة أشر حي أو عدي وين يجرى مبادئ دا دا عدن مضالة مستاقية ضالة رنشاق له وحقبت له إتقان له يعني فاليوس وين ليه نبي محمد محمد عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم محي مكارم الأخلاق فاليو قابل الله يصدرين عند ما يستربوا لي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كود الله بادنا وحيد هذين وسد إكسامل وحن وينانو أفكا كورانا وينو يساقوا التسالي هاي صحابة دم حي ورنجرين إساقان نوغو داق بادنا ويدا النبي قيسين ما مركا إتاه إساقان نوغو قيسين دقالكو مركو أتكادا إساقان نوكو قبنجرين عقل مركا تيسا قاو عقل با يعني وين القدوة إلى القرآن كم حكو لي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يقوحي ليين دقك كواد قائد لقربا قائد كالناجح ومدهقا من كرا وين النقضة بي ليين مورال دوي أما وين قفك الرميستا وحشيق يين تعرض رميسانين قفك هتعرضو حيسانين إنو يهي قفك لوبانا قف أنكر نشيق وحوضو ما سعون أيو مكا وحيد هذا قانونك كان وحويان مسنجر كان لا رومايستو انتان مسج كيسا لا رومايسان قانون كيسا لا بعدنا وحويان بيدادين واحد دتك او شيغيسو ادغو سمين تان ايغو سمينين قانون كان يوحو فايدين يا بيلي ان اس اقبلاد يا كلا الطاعه ان اعتماده انه يماد بيلي تيم ورك ودا شقين بلشد اي ودا صعته اي اسكو حدنان اي بلشد اسكو حدنات نبي عليه الصلاة والسلام حلاني قيم يا أخلاقيات بصحابة بري سياسي يلقوه قاميو ما كان موضوع قيبتي سكلك والرب يا بنت المام دونا هديت قيمة الوفاء بالعهود هديت قيمة الصدق هديت قيمة الإخلاص هديت قيم كتير هذا بدل القرآن هو كور رمي قد كود الله بعد يجو تلمامه وحويان inspire shared vision ألهم رؤية مشتركة قفك الليدر كي بيد هذا وينو مستقبل كارك كره قمدي سن قفا يوم مغطى وحمر كاتشوغا ونكفكرين انا نقومين الى هنا سبحانه وتعالى قران كمسلمين تمحوغ تلمامية الى هي دكو وكلاها كعاين با الى هي لمحي فيصب الله عدوا بغير علم يعني وحل الربا ما قال كاف عاشير واركو مستقبل كاينو قفو ارك كره في شنينو يالان كره مستقبلكم محو نقن كره انو درس انو درس كره ورا انو غورني مساله كنت ابسن الدرس كمستقبل كي اسلامي غايه سيدا لو اركو فركم كلبات
مسألتني waxa weeyaan bay dhaadaan in list others ru'yada inay dadku kula wadaagaan nabi muhammad alayhi salatu wa salaam saxaabadiisu waxay ahaayeen dad ku aragtiya oo la socda oo la mid ah marka loo eego aragtida iyo goolka la raadicinayo qodobkooda saddexaad waxaan rabaa inaan qoladan warkooda ka buuxo soo koobo qodobkooda saddexaad waxay ku tilmaameen qaa'id kastoo laga helo sifada ah challenge the process bay idhaahdaa ama liidarka successfulka ahi guulaystay waxa weeyaan bay idhaheen liidarka opportunitieska ama furaska furaska baadi doona isla markaana muqaamaraad iyo mukhaataraad samayn kara ereykan haddaan si kale u dhigo waxa weeyaan qof meeshuun iska jooga maaha waa qof isku dayaya furas siduu heli lahaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xagga dambe markaan ka warramayaan ka warrami doonaay ibnu hishaam fii siiratihi wuxuu tilmaamaya yacni siduu nebigu fursad uu raadinayay dowlad islaamiya si uu u dhiso 15 qabiil inuu qabiil kasta u tegay isagoo u bandhigaya inay qaataan dacwadiisa ay aqbalaan fursa buu raadinayay markay isdhagatirtay qurayshi inuu heli karo jaanis iyo meel kale uu diin ka faafin karo طائف بوتل إلى آخر كي أقبلين محي غير مدينة أو لبدي عقدي لقلي بيع العقبة الأولى يا بيع العقبة الثانية وحن لأن كل الفرص مرادني وحكى لو إلى هذا قضب كي لبادة مسألة دني وضعتها وحوية بيدا اكسبريمنت ان تاسك ريسكس هو معنى هدو يعني إنك إداري قاية قفك عادي انت بدن حسابات كيسو ما أقبله نوع من المغامرة حضر هوران وحن كنت المامي ليدر كنبطا هينو يهي كالشطرنج كعيارة ايان وحين كمحي نرد كاللادو كعيارة لادو ده يشطرنج كمحاو دحي شطرنج كو وچسك چسك وحو ايان قفو انت انو بورين وحو ان بدن حسابيا كفكرا محي فرص كو هستو هداد كن قورتو حاد عيا من كان وير الرديس ايو وقابتا قال محي سبعين كرايا نرد كنا محوك ورما لا دود أنا ولا الروحة ولا ولا طورة ووحي نصيبك خصوصا صار يعني لما فكر بقى أو كلا دود عيار أساس يفكر لكن قائد كنبطة هبيلين وأن إنه لش حسابي إجا محا صورة جلا محا صورة جلا هاي مسألة ده وحن تلمام الدونة مركز سياسات كالنبي كورم الدونة عليه الصلاة والسلام شركه أما أصنامته سيدو بربريي أحاديثي بلو أما نبي هو شيء صحيح مسلم كقرأ وحاكم إذا كسر الأوثان آخر عهوده هنا وحسبي فعل كسر الأوثان لبدها وحيود حي بنت المام الدونة إنه يهي نوع شطرنج كين العيارة أنا يهين محي وحلك يا نسيب نسيب كصابسا قضب كوضا أفراد يقوى حويا إنه بلا درس تأكت بيد هذا مكن الآخرين للعمل يعني قائد أداد نقطة ضدك كالوردان شيقيان عندنا بصوص صارين وحيد أهدان ما أنت هذا تقول لما تاما حانو ستاب وحاقو بربوريا لكن هذا ضدك هوشة كقيب قليسيب إليه وحاد صوص صاري سا قائد ضد ودا قائدين ساسي دردد بوحيد أهان لبشي با مهمة إنو كد دالو فوستر كولابريشن أن سترنغت أدار اسبيد هذا نم التعاون وعط الصلاحية ضدك وإن تعاون صبيس النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومد بك قد سنا وحكم ده أرديك متجن أمحوك تجن قاد أبوك تجن قاد الدنيا الدوخ سي هو جاميال الدنيا الدوخ يوك تجن سحاب الربادية أبو كاني لكن الدنيا هو جاميال نم ولبا هل كيس الداهية وقوها عمر ده أبو بكر ده خالد ده عمر بن عاص ده معاوية ده مغير بن شعب ده يعني مركا لا تلمامو رقني ولي بكالي قائد ابو كتغي محا ابو ري بيلي قائد بانو هين قو ليدر اسكا قربا كتلا قلا بيلي وحوال بينو ساقو سونس بيو دوتك الشيقيو اذا ما لن تردن توحى صوبة بيلي عهور ان وحد بهو قابل كريم لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام قيادة دي سياسي وحا هيد بيلي انو ابو روه قامي يال ما يهين انو كالي ميش السيطرة اسكو الرسول والنبي وإلهي سبحانه وتعالى دورتي قضب كوضا وحي كنت المامة يانون يهي
إن الدتك الصلاحيات سيسا أود سيسا قادة وأقبى شدنا يقفان إنا خطان وهي عن طريق القفبة وحلقة برطة قدب كودة وقدم بأي يقو ممارسة دوضة شناد وحويان وإنكورج دهارت بينا دهارت شجع القلوب ووامحي وحي دهدان recognize contributions and celebrate the values and victories دتك مساهمات كودة مركي لي مادان أبال مري وحي فاليو في عني قول اي قارانا امان نبي محمد عليه الصلاة والسلام سحابة ديسا مكافآت كي سويت ربذا يا وحايا لو جنان وقبو شاري يا دوسو نبي عليه الصلاة والسلام